بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. معلومات امتحان مارس للصف الأول الثانوي، حاجات لازم يخلوا بالها منك جدا في التابلت، والجدول بالمرة اللي هو هيمتحنوا بيه هيبقى أول حاجة يوم 22 مارس، هيبقى يوم الحد، هيمتحنوا لغة عربية من الساعة 12 للساعة 2، وبعد منه على طول يوم الاثنين 23 لغة أجنبية برضو من الساعة 12 للساعة 2:30. المهم بقى احنا ايه، مش عارفين ايه لغز موضوع الساعة 12 ده، لانهم هما ما قالوش ان اولى ثانوي هتمتحن تجريبي على اساس تانية ثانوي هتمتحن تجريبي على اساس ان تانية ثانوي وخلاص جربت في اولى وجربت الترم الاول في تانية، فمش فارقة معاهم يعملوا امتحان تجريبي تاني يعني خلاص. فهم طالما ان هما هيمتحنوكم انتوا بس اولى ثانوي، ليه بقى بدأوا من 12 ما كان من 9؟ بس احتمال اللي هقوله لكم ان هو هيخلي اليوم يوم دراسي عادي، قال يعني ايه ان احنا مش هنضيع ايام الدراسة، وشرح شغال الصبح وامتحان بعد الظهر، ممكن يكون ده قصده. تمام. طيب الاحياء بقى يوم الثلاث احياء، يوم الاربع جغرافيا، يوم الخميس فرنسي او ايطالي او الماني على حسب اللغة التانية، رياضات يوم الحد اللي بعد كده 29 الاثنين فلسفة ومنطق، الثلاث فيزياء، الاربع تاريخ، الخميس كيمياء. تمام. ده الجدول اللي معتمد من خلال الدكتور رضا حجاز. دي بقى التعليمات اللي هي عايزين يوضحوها لكم. تمام. مدير اي محافظة لازم ياخد الاوامر دي، بيقول لي حرصا من الوزارة على اتخاذ كافة الاجراءات التي تمكن الطلاب من تحقيق نواتج التعلم المنشودة، وتقديرا من الوزارة لأهمية تدريب الطلاب على الاختبارات الإلكترونية، نفيد سيادتكم أنه تقرر عقد اختبار تدريبي لطلاب الصف الأول الثانوي باستخدام التابلت، وذلك خلال الفترة 22 مارس حتى 2 إبريل، وسوف تبدأ الاختبارات يوميا في تمام الثانية عشرة ظهرا وفقا للجدول المرفق والمعتمد من الأستاذ الدكتور نائب وزير الشؤون العاملة. طبعا هنا بيقول لي ان احنا عشان مصلحة اولاد اولى ثانوي، عشان مصلحة العيال، وعلشان ندربهم على النظام الحديث اللي هو استخراج نواتج التعلم والامتحانات الالكترونية، هنبدأ نعملهم امتحان تجريبي في مارس. عاوز يقول لي كده يعني. يهدف بقى الاختبار الى تدريب الطلاب على الاجابة على النوعية بتاعة الاسئلة اللي هي باستخدام التابلت، اللي هي مستخرجات نواتج التعلم، للاستعداد لاداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني. لذا يرجى من سيادتكم اتخاذ اللازم نحو اعلان جدول الاختبار اللي احنا قلناه لكم دلوقتي لكافه الاختبارات بتاعت اولى ثانوي، تفعيل كافه الاجراءات يعني مدرسه، تابلت، مش عارف ايه، راوتر، كل حاجه تتظبط يعني في اداء تلك الاختبارات، التاكيد على ان نتائج تلك الاختبارات لن تؤثر في نتيجه الطالب. يعني انت نصيحه لكل الطلاب، حاول خش من نفسك، من نفسك كده وجاوب، شوف نفسك هتعمل ايه، النتيجه دي محدش هيعرفها الا انت، هتجيلك على التابلت بتاعك، يبقى ولا هي نجاح ولا هي سقوط ولا هي اي حاجه من ده كله، شوف نفسك انت فين من النظام الجديد. نصيحه يعني لكل الطلبه، ما تحاولش حتى لو قدامك الاجابه، هتستخدم كتابك عادي وكل حاجه، بس يعني لو حتى شفت زميلك مثلا مع الاجابات ما تاخدهاش منه، شوف انت فين من النظام الجديد. تمام. التاكيد على انتظام العمليه التعليميه وعدم تعطيل الدراسه خلال فتره عند الاختبار التدريبي، وانتظام الجدول المدرسي قبل بدء الاختبارات يوميا. طبعا هنا بقى هيأكد على نظام العمليه التعليميه زي ما انا قلت لكم مجرد ما شفت الجدول، وان هو مش هيعطل الدراسه على اساس ان في شرح يعني، وانتظام الجدول المدرسي ايه بعد اليوم الدراسي، تفعيل كافه الاجراءات التنظيميه المتتبعه في اداره الاختبارات الالكترونيه، علما بان الاختبار سوف يكون بنظام الاوبن بوك زي ما احنا متفقين، وطبعا في مدرسه للطالب خلال الفصل الدراسي 19 20. التنبيه مشددا على الساده معلمي المواد الدراسيه المختلفه بان يقوم كل معلم عقب انتهاء اختبار ماده تخصصه بمناقشه الطلاب حول اجاباتهم والاجابه على استفساراتهم وتحديد اهم المشكلات، يعني عرف يحلوا ايه وما عرفوش يحلوا ايه وهكذا، الاجابه التي واجهت الطلاب فين في الاجابه. تمام. ده كان كل حاجه، وطبعا ده الاعتماد، بالتوفيق للجميع، يا رب يوفقكم، واي حاجه عايز استفسر فيها انا معاكم ورد عليكم، والسلام عليكم.